بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنتكلم عن الوزغة اللي هي البرص اللي دايما الناس بتشوفها في المنام، الحشرة الوحيدة اللي أيام سيدنا إبراهيم كل الحيوانات والطيور كانت بتحاول تطفي النار، وده الوحيد اللي كان بينفخ في النار. فده دليل إن ده بني آدم نمام، بني آدم بيجيب سيرة الناس بالسوء، بني آدم يشعل الفتن بين الناس. فأي حد يشوف البرص يا جماعة ده معناها سيء جدا، ده معناها يعني حواليك مشاكل بسبب شخص نمام وشخص سيء. بيقولك إنسان نمام يفسد بين الناس، واللي يشوفه إن هو يعني مسك الوزغة ده فإنه قريب منك شخص بهذه الصفات، نمام سيء بيشعل الفتن بين الناس، فحد فاسد. اللي يشوف بقى ان هو اكل لحم الوزغه فانه يختاب انسان، لو انت شفت ان انت اللي كلت لحمه، واحيانا يقول لك ان انت هتقتص من هذا الشخص اللي جاب في سيرتك، لان هو اصلا صفاته النميمه واختاب الناس والكلام بالسوء على الناس. فده اللي يشوف بقى ان هو اكل من لحم الوزغه ده، فان انسان بيختابك او انت هتتكلم عنه زي ما اتكلم عنك، تمام. والوزغ يدل على العدو المجاهر بالعداوه، يعني هو بيقول لك انا ما بحبكش، ايوه انا اللي عامل لك المشاكل دي، هو ما بيتكسفش بيقول، يعني لان هو مجاهر بالعداوه، انا فلان ده ما بحبوش فبيقول لك في وشك يعني. وان هو بينقل الكلام السيء، يعني يقعد يوسوس كده بين الناس زي الشيطان الخناس كده، ويتنقل بين الناس بالكلام، ممكن يطلع رجل او امراه على حسب سياق الرؤيه. بيقول لك والوزغ رجل يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، يعني حد سيء جدا جدا جدا. طب اللي يشوف وزغ كتير في البيت معناها ان انت تعاني مشاكل روحانية. طب لو واحدة قالت لي انا شفت البرص ده على الحيطة، طب فين الحيطة دي؟ في بيتي انا متجوزة. ده يبقى واحدة بقى او راجل قريب من الزوج، بيحاول يشعل الفتن بينك وبينه، خلي بالك فدي سيئة. طيب لو انا شفت الوزغ ده طالع من الحمام، دايما احنا نقول ان الحمام ده يا جماعة مكان الاذى ومكان المشاكل الروحانية، فلما يطلع من الحمام خلي بالك وحصاني بيتك وشغلي الرقية الشرعية او اشربيها على مية، شغلي سورة البقرة، امسحي بيتك بمية وملح، هات الملح الناشف ده وارميه في الحمام في الاحواض، تمام، سمي بالله قبل ما تخشي الحمام وفي ايدك الملح ده، واحدفي او سمي في سرك، يعني ما ينفعش نذكر الله عز وجل في الحمام. طب لو انا شفت الوزغ ده طالع لي من المطبخ، ده برضو معناها ان في مشاكل انت متعرضه لها من تجاه ناس في رزقك، لان المطبخ مناط الرزق، فده حد دايما بيقعد بقى يدور هي جابت ايه، اكلت ايه، شربت ايه، جوزها جاب لها ايه، فخدي بالك وخدي حذرك. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم. كانت معكم مفسرة الأحلام حنان الجندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.